تحياتي لحضرتك من استاد اسوان بعد انتهاء مباراه اسوان فيوتشر بفوز فيوتشر بهدفين مقابل هدف مع كابتن محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق فيوتشر. اعتقد مباراه صعبه جدا النهارده خاصه في الثلث الاخير من المباراه. تقييمك لاداء لاعبيك وهل الارهاق اثر على اداء لاعبي فيوتشر النهارده؟ يعني تحياتي ليك يا مجدي وتحياتي للكباتن في الاستوديو، الحمد لله الف مبروك للعيبه وللجهاز ولمجلس الاداره، وهارد لك لاسوان فرقه محترمه. محافظه اسوان بالنسبه لي يعني حاجه عشق، يعني انا لعبت هنا في اسوان ماتش صعب جدا، ماتش صعب جدا. فرقه اسوان كابتن ايمن رمادي عامل فرقه محترمه جدا، لكن النهارده الحمد لله درسنا الفرقه ان احنا لازم نضغط في اول ماتش نجيب جون، وده حصل. لو تراجعنا شويه بس الارهاق والجو حر جدا، طالعين من ماتش مهم جدا الجيش الملكي يوم الاربعاء، يعني ثلاث ايام وسفر تاني لاسوان، لكن في الاخر بقول الحمد لله ثلاث نقط مهمين جدا مع فرقه محترمه. يعني قفلتوا مساحات في اول ربع ساعه وضغطتوا بكل قوه لحد الهدف، ايه اللي حصل في الشوط الثاني؟ يعني انت عارف بقى طبيعه اللعيب المصري، قلنا كده بين الشوطين، قلنا الكابتن علي قال لهم احنا رجعنا ليه اخر ثلث ساعه الشوط الاولاني، الشوط الثاني هاجمنا ومسكنا كرة شويه، قلنا ناصر ومروان والناس اللي قدام لازم يمسكوا كرة شويه، وده حصل. الجون الثاني انت عارف بقى اللعيب المصري، الجون بتاع اسوان دخلوا الجيم عشان الجون جه بعد الجون الثاني على طول. في الاخر بشكر اللعيبه على الاداء وعلى الروح ده في ظل تلاحم المباريات، وفي ظل ان احنا طالعين من ماتش مهم جدا يوم الاربعاء اللي فات مع الجيش الملكي. الاصابات ممكن تاثر على المباراه الافريقيه القادمه؟ يعني نطمن بس على باسم، ونطمن النهارده عندنا غيابات برضو كتير، ان شاء الله نرجع وان شاء الله يكونوا موجودين معنا الفتره اللي جايه. حجي وعمر كمال ابو واحد وسعد سمير ممكن يكونوا متواجدين يعني مع فيوتشر؟ عمر ما اعتقدش، يعني عمر هياخد حوالي ثلاث اسابيع او اربع اسابيع. حجي بدا يتماثل، سعد وفاروق وكل اللعيبه اللي جايه بنجهز رفعت، تعرف رفعت ان هو بقى له فتره بنحاول نديله كل وقت كده، كل ما عدد التمارين بيزيد بالنسبه له هيبقى رفعت يرجع، هيبقى اضافه لينا كبيره. يعني مباراة تعمل لكم أريحية للحفاظ أو للتقدم للمركز الثاني؟ طبعا طبعا، تلات نقط مهمين جدا، احنا بناخد كل ماتش بماتش، وقفلنا موضوع افريقيا وركزنا في الدوري الحمد لله ربنا كرمنا النهارده، هنقفل بكره ونفكر في ماتش يوم الاحد، ماتش مهم جدا مع اسكو ركارة. رغم الفوز كابتن علي زعلان ليه؟ لا مش زعلان، ده عشان الجول اللي دخل فينا، يعني احنا دايما بنتمنى ان احنا ما يخشش فينا حاجه، فالحمد لله، لكن في الاخر المكسب مكسب مهم. يعني اتمنى لك كل توفيق حبيبي يا مجدي، ربنا يخليك. شكرا مجد. دي كانت اطلاله سريعه مع كابتن محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق فيوتشر بعد الفوز على فريق اسوان بهدفين مقابل هدف، والان عوده من جديد الى الاستوديو التحليلي.